أهلا بكم. زار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ موريتانيا ضمن التحضيرات المقدمة أو التحضيرات الجارية لقمة العربية 27 والتي ستلتئم تحت الشعار قمة الأمل في 25 والسادس والعشرين من الشهر الجاري بالعاصمة نواكشوطة. تحديات كبيرة تعترض هذه القمة، وقضايا الشائكة تطرح تنتظر الحل في قمة العرب. وتأتي زيارة أبو الغيظ تمهيدا للجلسات التي ستنعقد في الأيام القادمة، منها اجتماع لكبار المسؤولين يوم الأربعاء وآخر للمندوبين وكبار المسؤولين الخميس المقبل، إضافة إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء الجمعة، على أن تبدأ اجتماعات الوزراء الخارجية السبت، فتنطلق فعاليات القمة العربية على مستوى الرؤساء يوم 25 والسادس والعشرين من يوليو الجاري. زيارة أمين العام للجامعة العربية هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قراءة في الحدث. رحبوا معي هنا في الاستوديو بالصحفية الهيبة وللشيخ سداتي مدير الأخبار. أهلا بكم الهيبة. مرحبا. مرحبا بكم. كما نرحب بكم أنتم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج قراءة في الحدث. إذا زيارة أو حل الأمين العام لجامعة الدول العربية بن واكشوط ليلة البارحة، كيف تقرأون هذه الزيارة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة عادية في إطار عمله كأمين عام لهيئة ستعقد قمة في 25 كما ذكرت، في إطار التحضير الميداني لهذه القمة والاطلاع على تحضير عن كثب في مكان انعقاد القمة. من الأعراف أن يزور الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا البلد قبل انطلاق القمة بأيام ليشرف بنفسه على التحضيرات الفنية الضرورية لهذه القمة. استلم اليوم مكاتبه أو المكاتب التي خصصتها الدولة الموريتانية له ولطاقمه الفني الذي سيشرف على تحضير هذه القمة، استلمه في قصر المؤتمرات كما تعلمون، وبالتالي بدأ أو باشر عملية التحضير الفني لهذه القمة. هناك بعض يقول بأن أو قطعا أن الأمين العام لجامعة الدول العربية جاء على متن طائرة موريتانية، ما دلالة ذلك؟ ليست الخطوط الجوية الموريتانية ليست الجامعة العربية خطوط خاصة بها كالأمم المتحدة وغيرها من الهيئات، ومن الطبيعي أن يأتي على إحدى هذه الخطوط. وطبعا رمزية حضور الخطوط الموريتانية ربما تشجيعا لهذه الخطوط، ربما دعما لها، ربما أيضا لأنها الخط المتوفر حينها في تلك اللحظة، وربما لأن الحكومة الموريتانية وفرتها، لا أدري السبب المباشر لهذه. هل اطلعتم على تصريحات الأمين العام، وما الذي يعني لفت انتباهكم في هذه التصريحات؟ بالفعل الأمين العام لأسباب بروتوكولية معروفة يرحب يشكر البلد المضيف، يرحب بالضيوف هنا في هذا البلد. كانت هذه يوم للأسف غاب عن حديث الأمين العام التحديات التي يتطلع إليها تنتظر هذه القمة، والتحديات التي ينتظرها الشارع العربي عموما وهي كبيرة وجمة، سواء في المجال الأمني، سواء في المجال الاقتصادي، سواء في المجال الصحي والتعليمي، وسواء في مجالات التكامل العربي عموما، وهي مجالات مهمة للأسف تغيب عن قمم الجامعة العربية وتغيب عن مسؤولي صنع القرار الاهتمام بها، ويكتفون عادة بالاهتمام بالقضايا البروتوكولية الآنية العادية. هو قال بأن التحضيرات أنه راض جدا عن تحضيرات القمة العربية. صحيح، هذا مستوى رضا حسب ما فهمتم تصريحه عن مستوى الإعداد أو جهد الحكومة الموريتانية في هذا الموضوع، ولا يعني بالضرورة أن قرارات القمة العربية ستكون مهمة. هو راض عن المستوى الذي بذلته الحكومة الموريتانية وهكذا صرح به في إطار التحضير لهذه القمة، ربما لأن العرب كانوا يظنون أن موريتانيا بلد نائي بعيد لا يقدر على استضافة القمة، وفاجأتهم بهذا المستوى، ربما أيضا لأسباب موضوعية وربما لأسباب بروتوكولية. لا نعلم أن أي مسؤول عام أمين عام لجامعة العربية الدول العربية يتحدث قبل القمة بأن التحضير غير راضيه، كل هذا تصريح بروتوكولي عادي في كل القمم، أن نحن المسؤولين نحن راضون عن مستوى تقدم الأعمال، ولا يدل بالضرورة على عن أمور أخرى. هو غابت كما قلتم أن قضايا الكبرى الشائكة غابت عن تصريحاته، لكن هو تحدث أن هناك قضايا اقتصادية اجتماعية سياسية حتى قومية سيتم يعني نقاشها في الأيام المقبلة في إطار التحضيرات أو تحضير القمة العربية.
هذا قاله في أحد التصريحات للصحفيين. أتمنى ذلك، لكن جدول أعمال القمة حسب معلوماتي خالي من هذه الإشكالات، ومعروف أن الانقسام العربي الحاصل الآن يعيق التقدم العمل العربي المشترك ومخيب لآمال الشارع العربي هنا. نعم، للأسف عدة دول الآن غائبة. الواقع العربي سنتحدث عنه، لكن نحن الآن نتحدث عن زيارة أبو الغير لموريتانيا. هو هناك اجتماع غدا لكبار المسؤولين، هل طلعتم عليه وهل بلغت؟ طبعا هذا الاجتماع روتيني في كل قمة، هناك أربع اجتماعات، أربع اجتماع للخبراء كما يسمى، اجتماع لوزراء الخارجية، واجتماع نهائي لصناع القرار للموافقة على نتائج الخبراء. نتحدث عن الاجتماع الأول. بالنسبة لاجتماع الخبراء في الغالب يناقش مشاكل فنية تتعلق أساسا بالجامعة ونظامها الداخلي ونظامها الأساسي، وحتى طرق تمويلها وانعقاد القمم في هذا المجال. وإذا كانت هناك نقاط تتعلق بجدول الأعمال فهي من اختصاص وزراء الخارجية، لأنها نقاط كبرى تتعلق بالعمل المشترك أو أمور خارجية. الاجتماع الفني يتعلق أساسا بهياكل الجامعة للدول العربية وبقراراتها وبنظامها الداخلي ومقترحات في تطوير هياكلها. أما اجتماع الخارجية هو اللي يتعلق ببيان وزراء الخارجية، ولا يتعلق ببيان الختامي ومسودته. وتعلمون أنه بالغالب يعد فترة قبل ذلك. أذكر مرة أن أحد رؤساء العرب قرأه في إحدى القنوات قبل أسبوع، كان غاضبا حينها على قمة، أظن أنها القمة 21، كان غاضبا عليها، قرأ البيان قبل فترة من انعقاد القمة، أنه البيان الختامي في هذه القمة. بيان ختامي لهذه القمة. هناك قضايا تحدث عنها الأمين العام لجامعة الدول العربية. نتحدث أولا عن قضية السياسية العربية. كما قلت لك، للأسف الواقع السياسي العربي واقع الآن مزري. على المستوى الديمقراطية هناك تراجع كبير عن في العديد من البلدان الديمقراطية، أدى لاختفاء بعض البلدان. هناك سوريا الآن معلقة العضوية، هناك اليمن مشغولة، رئيسها الذي سيمثلها يقيم في الخارج وهي مفارقة، هناك أيضا لبنان ليس لها رئيس حتى الآن وغائب رئيسها بسبب الفراغ، هناك ليبيا مشغولة بانقساماتها وبمشاكلها. بالتالي الجامعة العربية تنعقد في وضع سياسي بالفعل متغير وخطير جدا على واقع الأمة العربية. أيضا الديمقراطية في البلدان الأخرى المستقرة هناك تراجع كبير في بعض الديمقراطيات، بعض الدول القمع الذي حصل في مصر، في بعض الدول هناك اعتقالات، هناك تراجع عن مستوى الديمقراطية. طبعا هذه الهشاشة في الوضع السياسي عموما هي التي تنعقد عليها القمة، ولا أظن أن قادة العرب الآن مخولين بفعل غياب الديمقراطية الحاصلة عند أغلب البلدان بالحديث باسم شعوبهم واتخاذ قرارات قوية نظراً لهشاشة مواقعهم القيادية في هذه الدول. إذن كيف يمكن التغلب على هذا الواقع السياسي؟ وهل غاب عن تحضيرات العرب للقمة 27 أن هناك واقع سياسي صعيب كما ذكرت؟ لا، لم يغب عنه. أنه تجاهل؟ لا، ليس تجاهل، لكن القمة هي قمة رؤساء لهذه البلدان، ليست قمة منهم. وبالتالي اعتادت أن تكون لقاء روتينيا يتم بشكل عادي لمجموعة من الرؤساء، ربما لنقاهة أو لتدارس بعض الأمور بشكل شكلي، وهو موعد روتيني لا يمكن أن يخلف أو يتأخر. بالتالي ليس لا يرى من فترة، وليس هذا خاص بهذه القمة. صحيح هذه القمة كما إن أراد لها المنظمون أن تكون قمة أمل، وهو ونحن بحاجة في الواقع العربي الآن إلى ما يبعث الأمل نظرا للواقع الذي تحدثنا عنه، لكن ليس هذا من ميزات هذه القمة. كل القمم العربية تأتي بشكل عادي، في قرارات عادية، في أمور عادية. قضية فلسطينية لا تجد قرارات صارمة. قضية فلسطينية سنتحدث عنها، لأن قضية تحيلنا إلى الواقع القومي العربي. هذا يجعل الحديث عن الواقع القومي العربي هو ما تحدث عنه الأمين العام للجامعة الدول العربية. صحيح، هناك تحدي القضية الفلسطينية. هناك يكاد يكون هناك الآن تصامم كبير دولي ضد القضية الفلسطينية من ناحية الدبلوماسية. القادة العرب مطالبون باتخاذ مواقف، هي قضية مركزية ومن قضايا المركزية عند القمة العربية، ومن قضايا القليلة التي تمثل إجماعا عند الشعوب والقادة العرب. صحيح. بالتالي هي قضية شائكة، وهناك الآن تصامم
تزايد في الفترة الأخيرة عن معاناة الفلسطينيين سواء في الأراضي 24 أو في قطاع غزة حيث الحصار الخانق الذي يعيشه الأفراد أو عزلة لحكومة الحكومة السلطة حكومة عباس حكومة الفلسطينية حكومة عباس أبو مازن هناك عزلة. هذا مطالب القادة العرب الآن، هذه القضية التي النادرة التي تمثل إجماعا لقادة العرب وتمثل إجماعا للشعوب العربية مطالبون لاتخاذ قرارات مهمة في شأنها من شأنها تبعث الأمل في نفوس الشعوب المتواقة إلى حل لهذه القضية التي تراكمت منذ فترات السنين. لا أدري هل عند قادة العرب قدرة على اتخاذ قرارات حاسمة من هذا، لكن أرجو وأتمنى أن تكون هناك قرارات مهمة في هذا. هذه القضية القومية التي تسمى قضية فلسطينية أو قضية فلسطينية وهي التي عليها إجماع كبير بأنها هي أكبر قضايا أو قضية رقم واحد في الواقع القومي العربي، هل ترى أنها ستضمحل أمام الواقع العربي الموجود في عدد من الدول المشتركة مثل العراق مثل سوريا مثل ليبيا مثل اليمن؟ للأسف انشغل العرب في أنفسهم عن القضية الفلسطينية كما حدثتكم، هناك عدد من البلدان، لكن تبقى هذه القضية قضية مهمة، وأتمنى أن يكون قرار القادة العرب قرارا شجاعا بفتح المعابر بفتح المساعدات الإنسانية لهذا الشعب الأعزل المحاصر، وأن تكون هناك يمثل بالفعل أمل للشعب الفلسطيني وللشارع العربي في هذا المجال. صحيح تراجع الاهتمام في الفترة الأخيرة بالقضية الفلسطينية بسبب عند قادة العرب بسبب المشاكل التي تعيشها عدد من البلدان في العالم العربي ومثل اليمن مثل سوريا، خاصة بلدان كانت تضع القضية الفلسطينية على رأسها. نتحدث الآن عن القضية الأمنية أو التحدي الأمني للعرب. صحيح، التحدي ليس للعرب، هناك تحدي إرهابي عالمي كوني. الآن نتحدث عن العرب، العرب خاصة. نعم، هذا تحدي إرهابي تحدي سواء كوني. سواء كان المغرب العربي أو كان سواء. صحيح، هناك تحدي كوني. هو تحدي الإرهاب وليس للعرب أو تحدي العنف. هل سيكون ضمن الاهتمامات؟ بكل تأكيد سيكون هناك اهتمام بهذا الموضوع. أتمنى أن تكون موريتانيا تحاول أن تقنع بمقاربتها في هذا المجال، نظرا لأنها شملت جوانب مختلفة كالحوار والجانب الأمني والجوانب الأخرى، ولم تكن مثل اعتمدت المقاربة الشاملة، لم تكن مثل المقاربات العربية أخرى التي اقتصرت على الجانب الأمني في هذا المجال. أتمنى لهذه الفرصة أن تكون تسويقا لنموذج من المحاربة الشاملة للإرهاب وليس وللعنف وليس المحاربة الأمنية الضيقة التي في الغالب تؤدي إلى إرهاب مضاد وتزيد من هذه الظاهرة خلال الفترة. كيف ذلك؟ موريتانيا كيف يمكن لموريتانيا أن تسوق يعني التجربة الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب خاصة سواء على مستوى الحوار أو على يعني الغارات؟ هذا الشأن الدبلوماسي الموريتاني. أظن أن هناك فكرة نجحت، موريتانيا حاورت مجموعة من الناس اتهموا وأدينوا بهذه القضية ونجحت في إقناعهم وهم الآن وإدماجهم في الحياة النشطة كأفراد عاديين مؤمنين يسعون لبناء وطنهم يسعون وتنازلوا عن القضايا الأخرى. بالتالي هذه التجربة بهذا المفهوم تستحق أن تعمم في مختلف البلدان العربية حتى تكون بالفعل هناك حل آخر غير الحل الأمني والسجون، لأننا أحيانا حينما يقضي بعض المتهمين بالعنف يقضوا محكومياتهم في العدالة وفي السجون عندما يفرج عنهم تكون هناك مشكل حقيقي، لا يتعامل معهم، يصبحون بؤرة، ليسوا أفراد عاديين، يدفعون دفعا إلى نظرة أخرى إلى اتخاذ نفس الطريقة التي اعتقلوا منها أصلا نظرا لرفض الحكومة لهم لرفض الشعوب لهم. تالي هذه المقاربة من شأنها أن تكون بالفعل باب جديد لاستيعاب أو امتصاص هذه الظاهرة بطريقة دبلوماسية لينة. نعم، الآن نتحدث عن الجانب الاقتصادي، هو أيضا تحدث عنه هو الأمين العام للجامعة العربية. ما هي الروابط الاقتصادية؟ التكامل الاقتصادي العربي شعار قديم. نعم، وهو مهم، هناك تنوع في الاقتصادات العربية. هنا بالأمس أو قبل يومين ربما لمفارقة أصدر الاتحاد الإفريقي أول جواز سفر منح للرؤساء وسيتم تعميمه حتى 2018 على الناس العاديين. هذه تجربة كان العرب أولى بأن يخططوا لمثل هذا النوع. لا مجال الآن لتقسيم العربي الحاصل وعدم التكامل الاقتصادي، لا مجال للتكامل الاقتصادي إلا بنزع الحواجز بين الدول العربية، الحواجز الجمارك، الحواجز الجمركية، الحواجز حركة الأفراد. وبالتالي العرب سوق كبير لكنه غير مستغل، كل أمواله من كل الجوانب، من كل الجوانب العرب، النفط
في المشرق ويقابله المعادن والثروة السمكية في المغرب العربي والحديد والغاز وكل الثروات الطبيعية تقريبا هذه المنطقة العربية تمثل نسبة كبيرة معتبرة من استخراجها والموجود منها الآن، لكن للأسف التشرذم وغياب الرؤية الاستراتيجية في هذا المجال جعل بلداننا العربية بلدان متخلفة غير مستفيدة من هذه الثروة التي تنتج فيها بشكل. وكيف يمكن القادة العرب برأيك أنت كصحفي ومراقب للشأن العام العربي، كيف يمكن لهم أن يحققوا هذا التكامل العربي؟ بقليل من نكران الذات ومن التفكير بالمصلحة الاستراتيجية، لا يعلم هؤلاء القادة أن مصلحة أي بلد تكمن في مصلحة العرب جميعا، فإذا تحققت المصلحة العامة للعرب بالفعل ستتطور كل بلد، لكن الصراعات البينية بين هذه الحكام والحساسيات التي تزرع من حين لآخر بين بلد وبلد آخر، هناك في كل المنطقة بؤر من بؤر الصراع، في المشرق هناك أقطاب وفي المغرب هناك أقطاب، بهذه القطبية التي يراد لها أن تستمر لتشتت العمل العربي والتفكير العربي ينبغي أن تتجاوز حتى بالفعل نتقلب على المشاكل ويمكن أن نحدث إقلاع اقتصادي تنموي. لا بد أيضا من محاربة الفساد والزبونية ومن حسم الطريقة التي تدار بها هذه الشعوب في الوصول إلى السلطة وإدارة الشعوب، جزء لا يتجزأ من تنمية اقتصادية شاملة. لا بد من تفكير شامل لإشراك هذه الشعوب مختلف الشعوب بمختلف البلدان في القرار السياسي في المشروع التنموي حتى نكون بالفعل أمة واحدة نتحدث بمشاريع مشتركة ويتحدث قادتنا تمثيلا لنا لا غلبة علينا. نعم، الآن العرب يعيشون واقع مزري خاصة على مستوى الهرم، يعني مثل مستوى الأعلى مثل الرؤساء ليبيا، ليس هناك رئيس محدد لليبيا. هناك تقريبا خمس دول. نعم، خمس دول يعني أو سبع دول ستغيب بشكل. ماذا عن تمثيل يعني الرؤساء وتمثيل الوفود العالية في هذه؟ أيوة صحيح، بالغالب تقاس القمم نظرا كما قلت لك لتراجع خاصة القمم العربية لتراجع سقف التوقعات في بياناتها الختامية أصبح مقياس تقاس مستوى التمثيل. وبالتالي القمم العربية لم تعد تقاس بقرارات قمة قرار كذا وقمة قرار كذا، القرارات الشجاعة أصبحت تقاس بالقمة التي حضرها كذا من الرؤساء وكذا من الرؤساء، بالتالي وهو في الواقع شكلي وعادي. الآن ماذا عن قمة مكشوط؟ أظن أنه في 10 إلى 11 رئيس يتوقع أن يحضروا حسب المعلومات المتداولة، وهذا حضور كبير. هناك حديث عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهناك عن ملك السعودية، العاهل السعودي، ملك قطر، الكويت، اليمن الذي يقيم في الخارج، هناك أيضا عن تونس والجزائر والسودان وجيبوتي والصومال وبعض البلدان. هناك حديث عن 10 رؤساء يغيبون، بالمقابل هناك رؤساء سيغيبون لأسباب موضوعية، رئيس الجزائري لأسباب صحية، رئيس الإماراتي لأسباب صحية، أيضا سلطنة عمان لأسباب صحية، ليبيا لانشغاله بالوضع الداخلي، سوريا لتعليق القمة، ماذا عن عضوية بلده في الجامعة العربية؟ ماذا عن حضور غير عربي؟ هناك في العادة أن تكون منظمات دولية تدعى كمراقبين أن يحضر رئيس الاتحاد الأفريقي، أن يحضر رئيس اليمين أحيانا أو من يمثله، هناك من يحضر رئيس جامعة الدول الإسلامية، أظن أنه الآن أردوغان ومن الصعب عليه أن يحضر نظرا للأزمة التركية، ولا أدري هل كان مبرمجا حضوره أم لا. أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي لا أدري هل سيحضر، ربما أتوقع أنه سيحضر نظرا لفاعلية موريتانيا في هذا الفضاء. هل هناك معلومات من أن موريتانيا دعت بعض من رؤساء الدول المشاورة أو قريبا من المشاورة؟ مثل ماذا؟ مثل رئيس بوركينابي، رئيس مالي، ما إلى ذلك. في العادة لا يحضر رؤساء دول منها، يحضر رؤساء غير عربي، في الغالب يحضر رؤساء منظمات إقليمية، ومن المتوقع أن تكون موريتانيا دعت فضاءها الإقليمي الإفريقي، لأن موريتانيا كما يقال ميزتها هي أنها تربط الفضاء العربي بالفضاء الإفريقي، بالتالي قدرتها على إبراز هذا الدور وعلى إحضار الفارقة ستكون جسر بالفعل الثقافتين العربية، هذا أمر مهم، ومن دبلوماسيا من المهم إن نجحت الدولة الموريتانية في التقارب العربي الإفريقي.
على قادة العرب أن يستفيدوا من تجربة الاتحاد الإفريقي اللي أصبحت الآن تقترب من النجاح في صحيح. نعود إلى القضايا الشائكة. قضية فلسطين تحدثنا عنها، لكن الآن نتحدث عن قضية سوريا. سوريا مشترنة منذ 5 سنوات ثورة، أو البعض يقول أنها ثورة، البعض يقول أنه قمع نظامي. هذه القضية كيف سيكون وضعها داخل الاجتماعات الدولية؟ للأسف هذه من الإشكالات الكبرى والغير مرتبطة فقط بالبلد سوريا. صحيح أن سوريا علقت عضويتها داخل الجامعة 2011 داخل الجامعة العربية، وفقدت جامعة الدول العربية بلدا وشعبا منها بسبب، لكن السبب الأساسي لهذه الظاهرة والوضع السوري هو تمسك القادة العرب بمقاعدهم. علينا أن نعي أن ما لم تجد الشعوب العربية بشكل سلس تناوبا سلميا على السلطة سيتم التناوب بهذه الطريقة لا قدر الله التي حصلت في سوريا، أو محاولة الانقلاب أو محاولة، وهي أمور في هذا العصر ينبغي أن تكون متجاوزة وأن نقدم أيضا نماذج مهمة. ومن المهم للرئيس الموريتاني في رئاسة القمة أن يقدم نموذجا بأن يدعو الرؤساء بأن مأموريته انتهت وأنه هو مغادر السلطة كما فعل بعض القدماء، وأن يدعو زملائهم بقية البلدان العربية أن يحذوا حذوه، فهذا أمر مهم. وإن فعله الرئيس بالفعل ستكون موريتانيا تقدم نموذجا أمام الفضاء العربي الإفريقي. نعم، هل من سيشغل كرسي سوريا من الموسيقى شاغرا؟ ماذا عن الائتلاف السوري؟ لا، سوريا علقت ولم يعتمد من، هل سيتم استدعاء الائتلاف السوري؟ في بعض البلدان استدعي الائتلاف في بعض القمة الماضية، قبل الماضية في قمة العراق أظن لم يستدعى أي طرف. قبل الماضية أظن استدعي الوفد، وسيحضر أظن نظاما لأبعاد دبلوماسية، لكن لا أتوقع أنه سيكون مقعد سوريا إذا مقعدا شاغرا بسبب تعليق عضويتها. لا يوجد من يمثلها في الموضوع لأنها علقت عضويتها ولم تعد موجودة في مجلس الرؤساء. القضية، نتحدث الآن عن القضية الليبية. قضية الليبية قضية شائكة تمسنا نحن كثيرا، خاصة يعني الاستقرار حكم المنطقة الإقليمية والجوار. اليوم في حدود على 25 كيلومتر من موريتانيا فصالة. هذه تداعيات لا أمن التي تقع في شمال مالي في المنطقة عموما، سببها الأساسي أو مغذيها الأساسي الآن الوضع الليبي، البؤرة الليبية تحتاج من القادة العرب قدر من الحكمة، قدر من الدعم للديمقراطية في ليبيا وعدم الانقسام في القضايا. تعرف أن الأطراف الليبية الآن كلها تجد سندا من بعض قادة الدول العربية، وهذا أمر خطير، لأننا إذا نوقشت هنا سيزداد الشرخ والانقسام حول القضية الليبية، لأن هناك من يعتبر حفتر رئيسا او رئيس الليبي او ممثل له ويدعمه بالسلاح والمال، وهناك من يعتبر الحكومه الاخرى هي الحكومه الممثله، هذا كله حاضر. وبالتالي اظن ان القضيه الليبيه لن تكون مدار نقاش نظرا للحساسيه المفرطه التي تقع بين البلدان العربيه. ستبقى عالقه ككل القضايا العالقه، لان القرارات الجامعة العربيه كما تعلم قرارات بالاجماع، ومن اعترض عليه بلد واحد احرى اذا كان الانقسام قويا وعموديا حول القضيه. هناك قضية بدأ العرب يعني ينسوها أو يتناسوها، هي قضية الصومالية. الصومال سيكون من البلدان اللي أظن أن رئيسها سيكون حاضر سيحضر هنا. نعم. وأظن أنها قضية كما قلت لك، القضايا كانت تكاثرت السهام على خداش، تكاثرت المصائب على القمم العربية ولم تعد الآن هناك قضية. كانت في السابق هناك قضية مصيرية، قضية الفلسطينية، الآن تحدثنا عن قضايا أخرى. أظن أن على العرب أن يحللوا وينتبهوا إلى القضاء إلى الجوهر وليس إلى البلدان، أن المشكل الحقيقي هو غياب التنمية وغياب الديمقراطية. إذا استطاعوا أن يخطوا طريقا للديمقراطية والتنمية فبالفعل ستكون هناك. نعود إلى موريتانيا. هنا الهاجس الأمني هو أحد يعني أحد الهواجس التي تؤرق موريتانيا، وهي تستقبل الرؤساء العرب قبل أسبوع من الرؤساء العرب. ماذا؟ أظن أن موريتانيا من فترة آمنة حتى الآن، لا أظن أن هناك أمور تتعلق به الأمن، هناك احتياطات أمنية اتخذت منذ فترة. أخيرا، هل سيجمع القادة يعني المعارضة والموالاة على أن يقدموا نموذج في القمة العربية؟ هل سيكون على كلمة سواء حتى يعني يقدموا قمة عربية ناجحة؟ وهل هذا مطلوب منهم أصلا؟
المعارضة المعارضة تنتقد له، وهناك بعض الأحزاب المعارضة التي رحبت بهذه الكلمة، وأظن أن المعارضة حتى كلها تعتبر أن هؤلاء الضيوف، والحدث لا نعلم عن أنشطة تشويشية حتى الآن، ولم يتم الإعلان عنها على القمة، وأظن أن المنتدى اكتفى برسالة ترحيبية أو رسالة إلى الزعماء حول الديمقراطية. نعم، نتمنى مشاهدينا الكرام، نتمنى التوفيق للقادة العرب لموريتانيا في استضافتها لقمة العرب 27 والتي ستلتئم داخل العاصمة نواكشوط بعد أسبوع تقريبا. في نهاية حلقتنا لها اليوم من برنامج قراءة في الحدث، نشكركم على كرم المتابعة، كما نشكر ضيفي هنا في الاستوديو الهيبة للشيخ سيداتي مدير موقع الأخبار. شكرا لكم جميعا، ودمتم في أمان الله. في أمان الله.